للمزيد حول تداولات الأسواق العالمية مع الآن من دبي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب. رائد أهلا وسهلا بك. مفاجأة إيجابية من ناحية التضخم عم بتأثر بشكل إيجابي على الأسواق، برأيك أين أصبحت توقعاتكم لإمكانية رفع الفائدة بأكثر من مرة هذا العام؟ هل سوف يغير الفيدرالي من رأيه بعد هذه الأرقام برأيك؟ يعني لارا، كانت الأرقام نوعا ما أقوى من التوقعات وانخفاض حاد في مستويات التضخم، وبالتالي مصطلح الستيكي انفليشن الذي كان أو التضخم الذي يتراجع ببطء الذي كان يتذرع به الفيدرالي الأمريكي أعتقد يعني غير موجود. حتى الآن الأرقام تظهر بكل وضوح أنه في عندنا قوة يعني في الاقتصاد الأمريكي، وعلى الرغم من ذلك التضخم يتراجع، فبالتالي لا حاجة حقيقة لتشديد السياسة النقدية. المفاجأة كانت في اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي أقر فيه بضرورة أن يكون هناك انتهاج لرفعات أكثر في أسعار الفائدة في الفترة القادمة، وبالتالي مع تجاوب التضخم بهذا الشكل واقترابه من المستهدفات حقيقة بشكل سريع نسبيا، نحن بمعدل 1% تقريبا انخفض من شهر إلى الثاني على المستوى السنوي، وبالتالي يعني رفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس في اجتماعه في الشهر الجاري ب 25-26 إن كان قد سيحدث، فأعتقد سوف يكون هو الأخير، لأنه مستويات التضخم تكون تحققت مستهدفاتها. الإبقاء على أسعار الفائدة عن مستوياتها لفترة ممتدة قد يؤدي بالوظيفة ويزيد حقيقة، لا يحتاج الفيدرال الأمريكي لرفع أسعار الفائدة بشكل مبالغ فيه فوق مستويات 6%. أعتقد ذلك يعني رسالة واضحة. مستويات التضخم التي صدرت اليوم ترجمتها الأسواق حقيقة بضعف شديد في أداء الدولار الأمريكي، ورأينا كيف الذهب يرتفع بهذا الشكل. إذا قارنا نفس القراءة التي حدثت في الشهر الماضي في 13 الشهر أيضا جاءت القراءة أقل من المتوقع، ومع ذلك كان هناك قوة في الدولار الأمريكي. الآن الحديث مختلف كليا، الدولار الأمريكي يستمر بالانخفاض بشكل واضح. رائد، لو افترضنا أنه ما في رفعات إضافية مثل ما كان متوقع بعد هالأرقام، ولكن السؤال الأهم متى إعادة تخفيض أسعار الفائدة؟ ودائما كنا عم نسمع تصريحات من قبل البنوك المركزية، كل مرة كانت الأسواق بتتفاعل حول إمكانية إعادة تخفيض أسعار الفائدة، كانوا عم بيهدوا الأسواق وأنه من الممكن الحديث عن ذلك. ما رأيك رائد؟ يعني أعتقد أنه راح يكون في نوع من المودريت بوليسي، أو راح يكون في نوع من السياسة المعتدلة، الإبقاء على أسعار الفائدة عن مستوياتها ممكن حتى يمتد حتى الربع الأول من العام القادم، إلا إذا كان هناك رفع لأسعار الفائدة بمرتين خلال تعاملات هذا العام، أعتقد سوف يكون هناك تسريع في تقليص أسعار الفائدة لتجنب الانكماش أو الركود الاقتصادي الذي قد يحدث حقيقة، ممكن وارد جدا نشوفه بقراءة شهر نوفمبر وبشهر ديسمبر يبدأ فعليا ينكمش الاقتصاد الأمريكي بشكل واضح. ولكن أعتقد حتى الآن على المعطيات، إذا كان الفيدرالي سيقدم على رفع أسعار الفائدة بمرة واحدة خلال تعاملات هذا العام ويبقي أسعار الفائدة عند هذه المستويات خلال تعاملات هذا العام، أعتقد الموعد المناسب يكون لتقليص أسعار الفائدة مع مطلع تعاملات العام القادم وفي الربع الأول تحديدا، ممكن يكون بشهر فبراير أو شهر يعني مارس. إجمالا الفيدرالي الأمريكي كان بطيء بعملية تجديد السياسة النقدية، وبطيء أيضا في عملية التجاوب مع مستويات التضخم الحالية أنها تستجيب فعليا لأسعار الفائدة، بالتالي ممكن جدا نشوف تأخر بعملية تقليص أسعار الفائدة حتى يكون متأكد من أن التضخم مستقر عند المستهدفات دون أن يرتفع في حال يعني تم تقليص أسعار الفائدة بشكل سريع. رائد، ماذا يعني ذلك للدولار؟ الدولار عم يتراجع بقوة، هل بتشوف أنه بعد في مجال للمزيد من الخسائر على العملة الأمريكية؟ الخسائر قد تأتي مع اجتماع القادم إذا لم يكن هناك توجه نحو رفع أسعار فائدة أو حديث حتى عن أنه انتهت دورة تشديد السياسة النقدية مع اقترابنا للمستويات المستهدفة عند 2% للتضخم. أعتقد سوف يكون هناك تقلص كبير بقوة الدولار الأمريكي أمام معظم نظرائه، وممكن يبدأ الدولار الأمريكي بترجمة أنه يكون في عندنا تقليصات حتى في أسعار الفائدة بوقت مبكر. الأسواق تسعر الأحداث قبل أن تحدث فعلياً،
وبالتالي تحاول تسعير بأن يكون هناك مرحلة تقليص في أسعار الفائدة قريبة خلال تعاملات هذا العام إذا ما توقف عن رفع أسعار الفائدة الفيدرالي الأمريكي أو نوه حول هذا الموضوع. بالتالي أداء الدولار الأمريكي حتى الآن تحت الضغط وقد يستمر بهذه القراءة من بعد شهر 5 يعني من بعد شهر 25 الشهر 26 وهو موعد الفيدرالي الأمريكي القادم. الآن الضربة أو الانخفاض الحاد الذي وصل إليه الدولار الأمريكي ممكن أن يشهد بعض التصحيح بالارتفاع خلال تعاملات اليوم ويوم غد ويستمر بعض الشيء بتداولات ضيقة نوعا ما حتى تاريخ 25 و26 لأنه ما عاد في عندنا بيانات قوية أو مؤثرة بشكل كبير جدا على الاقتصاد الأمريكي وعلى أداء الدولار الأمريكي تحديدا سوى موعد الفيدرالي الأمريكي القادم خلال تعاملات هذا الشهر. سؤال أخير عن الدولار الكندي، رفع الفائدة البنك المركزي مثل التوقعات، الأمر الملفت أنه عم يتحدث أنه مستويات التضخم لن تصل إلى المستويات المستهدفة قبل منتصف العام 2025، كانت التوقعات قبل ذلك أنه ببداية 2025. هنا السؤال، في ظل هذه التصريحات برأيك ما هي الخطوات المقبلة سوف تكون للبنك أوف كندا؟ يعني في نقطة، نحن بنعرف أن الاقتصاد الكندي اقتصاد مرتبط بالسلع وعلى وجه التحديد النفط. ارتفاع أسعار النفط سبب ارتفاع بشكل واضح في مستويات أسعار ومستويات التضخم إجمالا، وهذا ما كان قد توجهوا إلى رفع أسعار الفائدة بشكل واضح من البنك المركزي الكندي. أعتقد يعني بالنسبة كأداء دولار كندي، خلينا نقول أكثر تحديدا زوج دولار أمريكي دولار كندي مرشح لمزيد من التراجعات في الفترة القادمة نتيجة ضعف في أداء الدولار الأمريكي نتيجة اقترابنا من ذروة تشديد السياسة النقدية أو وصولنا لها فعليا مع وصول التضخم للمستهدفات، في حين الدولار الكندي ممكن أن يكون في عنا يشهد مزيد من الارتفاع خصوصا في ظل رفعة أسعار الفائدة المتوقعة في الفترة القادمة بالنسبة للدولار الكندي. بالتالي إذا بدي أحكي عن الزوج هذا تحديدا ممكن يزور مستويات دون 1.30 خلال الفترة القادمة القريبة نسبيا مع موعدنا بنهاية تعاملات هذا الشهر بداية الشهر القادم. إجمالا الوضع بالنسبة للتضخم خارج يعني في كندا وحتى في الاقتصادات الأوروبية أعتقد لا يزال حرج نسبيا، يحتاج إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية واستقرار في أسعار الفائدة عن مستويات أعلى في الفترة القادمة. بالتالي ذلك يرجح ارتفاع قوة هذه العملات أمام الدولار الأمريكي وعلى طبعا وجه التحديد الدولار الكندي في إجابة للسؤال بشكل مباشر. شكرا لك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. شكرا لارا.